رمضان الرائع. طبعا اريد بس يعني اشكر في البدايه الشيخ ثريا الغيثي من سلطنة عمان، لان هي اللي كانت تنظم الوفد العماني اللي اجى من سلطنة عمان لباريس. اكيد واجهنا بعض التحديات حتى جينا هنا على باريس، واكيد سيف الاعمال الشيخ ثريا الغيثي ما كانت تنام لحد ما تتاكد من كل شيء منظم ومرتب. وطبعا بخبرتنا وتعاملنا السابق مع شركة أستاذة حفيظة كنا مطمئنين ان كل شيء حيكون في تنظيم مرتب، من الاستقبال في المطار، الاستقبال للفندق، الجولات اللي لحد الحين السياحية في باريس من أروع ما يمكن. أوجه الشكر الخاص للشيخة الدكتورة ثريا الغيثي من أفضل شركات تنظيم المعارض والمهرجانات في سلطنة عمان والوطن العربي واليوم من أوروبا. الحين راح يكون في تدشين كوليكشن جديد من مصممة المجوهرات رائدة الوهيبية. رائدة بدأت تصميم المجوهرات من 2011. الكل يعرف رائدة انها ما شاء الله عليها من بدايتها وهي تتميز بتصميمات فريده رائعه دمجت بين الحاضر والماضي. اترككم الحين مع كوليكشن المجوهرات الخاص فقط اليوم تدشينه في باريس مع المصممه رائده الوهيبيه. Thank you.
We'll be right back.